أكيد أن المجتمع المغربي تصدم بعد ما شاف واحد الفيديو رائج في مواقع التواصل الاجتماعي تاع واحد السيد اللي هو رئيس جمعية للأسف الشديد تجاوز كل الخطوط الحمراء واستغل المنصب دياله اللي هو منصب تطوعي ومارس مجموعة من الأمور على مجموعة من الأطفال، وهذا الشيء اللي غادي يبينوه التحقيقات اللي كتقوم بها الأجهزة المالية. والأكيد أن القضاء المغربي غادي يقول الكلمة ديالو في حق هذا الشخص، لكن الأمر ما خصوش يوقف هنا، الأمر خصو ياخذ أبعاد أخرى، خصوصا هذه الظاهرة اللي بدات كتنتشر في المجتمع المغربي واللي هي ظاهرة غريبة علينا احنا كمغاربة. أولا المسألة الثانية واللي هي مهمة جدا هي فيما يخص القوانين، فاليوم ضروري ان القانون الجنائي المغربي خاص التحيين ديالو في اقرب وقت باش يتماشى مع المستجدات اللي كنعرفوها في هذا العصر هذا. مساله اخرى واللي هي مهمه جدا هو ان مثل هاد الناس ومثل هاد الوحوش الادميه فخاص تطبق عليهم اقصى العقوبات ويكونوا عبره لواحد اخر، وما خاصهمش يستافدوا من ظروف التخفيف ولا من العفو ولا غير ذلك. فهاد الامور هذه كتسيء المجتمع المغربي، كتسيء الاطفال، كتسيء الفئات العمريه بجميع اصنافها. لذلك كنوجه نداء عاجل يعني للمشرع المغربي انه يعالج هذه الظاهره من الناحيه القانونيه ويعطي للقضاء اليات جديده انه يكون عنده يعني اليات الردع ويكون عبره للناس اخرين. وفيما يخص واقعة ديال المدينة الجديدة اللي قام بها رئيس الجمعية في حق أطفال اللي وضعوا الآباء والأولياء ديالهم الثقة فيه وعطوا أنهم شي سافر بهم في واحد الرحلة استجمامية في أحد الشواطئ ديال الجديدة، فتستنكروا بشدة هذا الشيء هذا، وهذا الشيء راه تيضرب الناس الجمعويين اللي تيخلي الآباء أنهم يفقدوا الثقة في هاد الناس هادو. أنا ما تنعممش وإنما بحال هاد الناس هادو تيسوهوا الصورة ديال الناس الجمعويين، ما تنضرش أن شي واحد دابا غادي يبدا يثيق يدي ولادو ويخلي ولادو يمشيو مع جمعويين ويمشيو كما شفنا في الفيديو، شاد الفيديو للاسف تم التداول ديالو على نطاق واسع اللي توثق اللحظه اللي كان تيمارس فيها داك السيد، ما نقدرش نقولوا داك الشيء على دوك الاطفال. وتنحيي بقوه الشابات اللي قاموا بالتصوير ديالو وقدموا داك الفيديو للشرطه اللي قامت بالمتعين، فهذا نداء للسلطات او للسلطات القضائيه ان تاخذ اقصى العقوبات في حق هذا الشخص هذا باش يبقى واحد العبره للناس وما يعاودش يتكرر بحال السيناريو هذا اللي تتشوه بالصورة ديال العمل الجمعوي في المغرب. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.